حتى لا يحدث لزميلنا حمزة بركاوي ما حدث. ماذا بينا أن نتفادى كل هذا مع زميلنا محمد بن حملة ربي يشفيه، صحفي بجريدة الإكسبريسيون، هذا الصحفي اللي كان معنا في بعض الحصص، في حصة بالمكشوف وفي قلب الكان. هذا الشاب الصحفي يعاني من مرض والوضعية تاعو تدهورت كثيرا. اليوم أنا والبارح سمعت بأنها تدهورت، أصبح اليدين تاعو ورجلين تاعو أصبحوا في حالة أصابهم شلل، كان شلل تقريبا، فشل تقريبا، عنده مرض نادر، عنده مرض نادر نعم. أربعة أطفال وزوجة وهو اللي يخدم عليهم، يعني صراحة نتمنى يكون تكفل بصديقنا وزميلنا الصحفي حتى ما يصرالوش واش صرا، ومن بعد نقولوا نقولوا يا ليتنا قمنا بهذه ولا هذه، باش ما يصرالوش واش صرا مع حمزة بركاوي رحمة الله عليه. إن شاء الله رضوان. وحتى ولو كان حمزة بركاوي لما تكلمت وكان تدخل متأخر، أنا ذاك من أجل التكفل بحالة حمزة بركاوي. اليوم عندنا حالة نتمنى له الشفاء محمد بن حملة، ونتمنى أنهم يتكفلوا به في أسرع وقت ممكن، لأنه هذا كما قلت المرض النادر ما لقاولوش الحل هنا في الجزائر، يطلب العلاج تاعو في الخارج وفي القريب العاجل. لماذا نوجه نداءنا؟ لأنه في القريب العاجل، ونتمنى له الشفاء وفي هذه الفترة وهذه المحنة الصبر للعائلة تاعو الصغيرة والكبيرة. نعم علي بن شيخ، نتمنى يكون تكفل بهذا الزميل. وهنا نفهم سمير عماري كيقول لك ماذا بيا حمزة بركاوي جديد ما يكونش صحفي، يعني كي تشوف الوضعية المزرية للكثير من الزملاء. هذا من مناصري شباب بلوزداد، يحب كثير السي ار بي وراه فرحان كثير بربما بتتويج باللقب، لكنه في نفس الوقت متأثر. الجميع وزملاء الأسرة الإعلامية كلها متأثرة للوضعية تاعو اللي أصبحت حرجة جدا. الله سامر قال كان ما يخرج صحفي، صحفي مرض أي سيتوان جيري أي مرض، وكاين اللي يبرا وكاين اللي يموت وكاين أنا بالي نو ديفيسيل كلار كلش دوكا ولا ديفيسيل. مي انتوما اللي فزات ميو بلاصي في هذا الباب هذه تاع الصحافه. حنا نطلبوا ربي ان شاء الله محمد بن حمله ان شاء الله الوزاره ديالو تاع الانفورماسيون اتصال ان شاء الله يكونوا يشوفونا ويديروا له ان جيست، لان لو كان جات زوجه تاعو تخدم نقولوا يا سيدي كي هيوها الناس، ولكن زوجه ما تخدمش وربع اطفال يا اخي سي 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 صعيبه بالكثير كثير. نتمنى ان شاء الله الوزاره تاع ديالو تاع اتصال هكذا ان شاء الله يديروا ان جيست ويبعثوه، لان السوسوان هذه ديال ان شاء الله يقولوا بلي مرض شويه نادر، قال مرض يرام شويه ولا يديه ورجليه ما يقدرش ما يرفد حاجه يعني ما ينجمش ستيلو ما يقدرش يرفد. يا خويا ان شاء الله يشوفوا ليه ويشوفوا لهذوك الاطفال هذوك اللي يقعدوا يتامى هذيك اللي تخاف ان شاء الله يسمعوا له ان شاء الله يديروا ان جيست.